النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. الأهلي ينعي شهداء الوطن في حادث الواحات الإرهابي. محمود طاهر يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الأهلي. والفريق الأول يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة النجم. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. نعى مجلس إدارة نادي الأهلي والإدارة التنفيذية وأعضاء النادي وجماهيره شهداء الوطن في جريمة الواحات الإرهابية الغادرة، ويؤكد نادي الأهلي اعتزازه وامتنانه بكل من يقدم روحه ودماءه فداء لهذا الوطن. ويؤكد نادي الأهلي أيضا أن مصر بأبنائها قادرة على الانتصار وسحق هذا الإرهاب. هذا كما نعى أيضا اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بكل الحزن والأسى شهداء مصر الأبرار من أبطال قوات الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل فرض الأمن والأمان لبلدهم وشعبهم، وذلك خلال العملية الإرهابية الخسيسة والتي جرت أمس عن طريق الواحات. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم مرة أخرى أن مثل هذه العمليات لا تزيد نسيج المجتمع المصري إلا تماسكا وترابطا وإصرارا على مواجهة الإرهاب الأسود والالتفاف حول قياداته الوطنية من أجل رفعة بلادهم والارتقاء بها في كافة المجالات. رحم الله شهداء الوطن وألهم ذويهم والشعب المصري الصبر على فراقهم، وتحيا مصر دائما وأبدا رغم كيد الكائدين. تقدم المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الحالي بأوراق النادي الأهلي بأوراق ترشحه على منصب رئاسة النادي خلال الانتخابات والمقرر إجراؤها نهاية نوفمبر المقبل. وحرص طاهر على تقديم أوراقه قبل ساعات من غلق باب الترشح للانتخابات بعد أن استقر على خوض المعترك الانتخابي. شهد اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح في انتخابات النادي الأهلي والمقرر إجراؤها في 30 نوفمبر المقبل، حيث تقدم العديد من المرشحين على منصب العضوية فوق السن، حيث تقدم كل من حمدي الكنيسي، محمد يحيى وخالد حبيب، وهاني سر الدين، وإيهاب ماضي، ومحمد جمال هليل ضمن قائمة المهندس محمود طاهر. كما تقدم كل من هشام فوزي وأيمن فتحي ومنى عبد الكريم على منصب العضوية فوق السن كمستقلين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. شهد اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح في انتخابات النادي الأهلي، حيث تقدم العديد من المرشحين على منصب العضوية تحت السن، حيث تقدم كل من مروان هشام وشيرين منصور وأحمد مصطفى ضمن قائمة المهندس محمود طاهر. كما تقدم كل من الثلاثي عمر ربيع ياسين ومحمد سعيد وحسام الدين مصطفى على المنصب ذاته كمستقلين.
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت استعداداته لملاقاة النجم الساحلي غدا على ملعب برج العرب في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال الأفريقي. ويسبق الميران محاضرة طويلة يشاهد فيها الجهاز الفني مع اللاعبين من جديد مباراة الذهاب للتركيز أكثر على مفاتيح لاعب الخصم وأبرز نقاط الضعف الموجودة في صفوفه لاستغلالها في موقعة الأحد وتحقيق الفوز وخطف بطاقة الصعود للنهائي الأفريقي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مباشرة من برج العرب الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك، إيه هي آخر استعدادات الفريق لمباراة الغد أمام النجم الساحلي؟ فيروز وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. خلاص فعلا النادي الأهلي بينهي استعداداته للمباراة الهامة والمرتقبة أمام فريق النجم الساحلي في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، واللي هي أكيد مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. خليني أقول لك إن في هذه اللحظات خلاص مران النادي الأهلي على وشك الانتهاء، وهو المران الأخير اللي الكابتن حسام البدري من خلاله أكيد هيستقر على التشكيل الأنسب للبدء في هذه المباراة. لكن خليني أتكلم بالتحديد عن البرنامج الخاص بالفريق النهاردة طبعا كان في ميعاد فطار الصبح بالنسبه للاعبين، بعديه مباشره كان في محاضره اولى من كابتن حسام البدري، واللي من خلالها اكيد بيدي بعض التعليمات المهمه جدا بالنسبه للاعبين بالتحديد من الناحيه التكتيكيه والشكل التكتيكي والسيناريو اللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه في سبيله طبعا نحو الفوز بها والتاهل للدور النهائي من دوري ابطال افريقيا. ايضا كان في ميعاد الغداء بالنسبه للاعبي النادي الاهلي النهارده، ايضا كان في الاجتماع الفني ما بين الفريقين وطبعا طاقم التحكيم اللي هيكون متواجد في هذه المباراه. طبعا اكيد تم الاستقرار عن كل ما يخص هذه المباراه من الناحيه التنسيقيه ما بين فريقي النادي الاهلي والنجم الساحلي. ايضا النهارده كان في المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري واللي اتكلم فيه وقال طبعا جاهزيه جميع لاعبي النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين ان في 23 لاعب متواجدين ومتاحين بالنسبه للجهاز الفني للنادي الأهلي للمتواجدين في القائمة الأفريقية بخلاف المصابين كل من أحمد فتحي طبعا للإيقاف وحسام عاشور للإصابة، لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الأهلي المتواجدين في معسكر الفريق هنا بأحد الفنادق القريبة من ملعب أو استاد الجيش ببرج العرب كلهم جاهزين بما فيهم عبد الله السعيد وليد سليمان وأيضا هشام محمد. بالتالي كابتن حسام البدري عنده خيارات عديدة قبل هذه المباراة لاختيار التشكيل الأنسب إن شاء الله اللي من خلاله النادي الاهلي يقدر يفوز بهذه المباراه. عقب المران النهارده ان شاء الله هيكون في عشاء، بعد العشاء هيكون في المحاضره الاخيره من الكابتن حسام البدري النهارده وهي المحاضره الثانيه، وهيواصل من خلالها طبعا اعطاء تعليمات محدده بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق خلال هذه المباراه. خليني اقول لك ان في تفاؤل كبير جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه كبيره خلال مباراه الغد، ومن بعدها ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يواصل مشواره الافريقي ويتاهل للدور النهائي، وده حلم اكيد لكل جمهور النادي الاهلي عوده بطوله دوري ابطال افريقيا لدولاب بطولات النادي الأهلي. خليني أقول لك أيضا أن بعد بالتحديد حوالي ربع ساعة هيكون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني الفرنسي لفريق النجم الساحلي، واللي أكيد هيتكلم طبعا خلال هذا المؤتمر عن هذه المباراة الهامة. لكن بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال مباراة الغد. أكيد تواجد 50,000 من جمهور النادي الأهلي هيكون داعم بشكل كبير للفريق، من خلالها إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يكمل مشواره في دوري أبطال أفريقيا ويحقق البطولة التاسعة إن شاء الله في تاريخه في دوري أبطال أفريقيا. ويسعد كله، عودة لك يا فيروز. أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا لي، كنت معنا من برج العرب.
أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي جاهزية فريقه لمواجهة النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وتابع في تقرير التالي أبرز تصريحات المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أكيد عاوز أنعي شهداء الوطن، إن شاء الله ربنا يرحمهم برحمته إن شاء الله. وأكيد كان نفسي تبقى المباراة في ظروف تانية، لأن حادث الأمس أكيد يعني مأثر على الشعب المصري بشكل كبير. ومباراة الغد زي ما احنا عارفين طبعا يعني بدون أي خوض في أهمية المباراة، هي مباراة بتصل بالفريق الفائز بكرة للدور النهائي، فأكيد كلنا بنستشعر مدى أهمية المباراة. إحنا بالنسبة لنا طبعا المباراة في غاية الأهمية، لأن يمكن البطولة دي غايبة عننا 4 سنوات، وفي نفس الوقت البطولة الأفريقية بالنسبة لنا هي الأهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. فإن شاء الله بإذن الله نكون بكرة موفقين بإذن الله. اللعيبة طبعا عندها دوافع كبيرة جدا وعندها رغبة كبيرة جدا إن شاء الله في الوصول إلى الدور النهائي إن شاء الله. وإحنا طبعا كجهاز فني أكيد، لكن أنا بقول إن المباراة بكرة يعني أنا بقول هتبقى طبعا فيها إثارة، ونتيجة المباراة الأولى زي ما أنا بقول وكالعادة يمكن في كذا مؤتمر قلت إن المباراة الثانية هي بتبقى مباراة الحسم والفيصل، فبالفعل برضه هي مباراة الغد هي الحسم والفيصل. إن شاء الله نتمنى تكون لصالحنا إحنا إن شاء الله نتيجة وأداء بإذن الله. الأسئلة في سياق المباراة في الإطار الفني فقط. إن شاء الله بكرة، عايز بس أطمن عن حالة عبد الله سعيد وليد السليمان، هل هم جاهزين إن شاء الله يلعبوا سعيد يقدم المباراة دي؟ اللاعب التاني اللي عايز أطمن عليه هو هشام محمد، إحنا شفناه لغاية آخر تدريب تقريبا لسه في كتير عليه، هل هو جاهز؟ كل اللعيبه جاهزه ان شاء الله، يعني فيش تفاصيل بالنسبه للاعبين، كل اللاعبين ان شاء الله يعني كل اللي جم، انت عندك اسماء طبعا الناس اللي موجوده في المعسكر معانا هنا، فكل اللاعبين اللي موجودين جاهزين، لان طبعا مش هجيب ولا لاعب مش جاهز للمباراه يعني، فكل اللاعبين اللي انت اذكرت اسمهم جاهزين للمباراه ان شاء الله باذن الله. واذا سمعت بكم مش كنا طبعا فريق النجم فريق كبير، يعني فريق النجم فريق كبير، واكبر دليل كده ان هو بيصل لهذه المحطه، يعني وصوله لهذه المحطه طبعا. النجم عنده تاريخ طبعا، لكن كل مباراه وليها ظروفها، لكن انا باكد طبعا وكن كل احترام لفريق النجم، وانا ما خصيتش حد من فرقه النجم، يعني انا لو اتكلمت عن النجم هتكلم عليه كله يعني، وبحترم فريق النجم كله وبحترم كل اللاعبين، لكن ما اتكلمتش على بنجوره لوحده، انا اتكلمت على كل اللاعبين بتوع النجم. والنجم عنده ايجابيات في فرقته وعنده سلبيات في فرقته، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه بكره ان شاء الله باذن الله، لكن النجم فريق كبير طبعا. وليد السنوسي قناه جيمز، يا كابتن حسام في البدايه طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله البطل كل التوفيق بكره في مباراه الغد. كابتن حسام البدري طبعا مدير فني كبير، عنده لعيبه نجوم كبار طبعا شاركوا في منتخب مصر، ولكن دائما بعيدا عن الناحيه الفنيه دائما بنرجع الناحيه النفسيه وتهيئه
لاعبين بحجم لاعيبه النادي الاهلي لهذه المباراه واهميتها الناحيه النفسيه وتهيئه الكابتن حسام البدري للاعبين في هذا المنتخب. يعني هو في اكيد عوامل خاصه باللاعب، يعني وانت ما بتذكر بتقول ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره، فده بيبقى طبعا تعبير عن التاريخ وعن الانجازات اللي حققتها اللعيبه دي والخبرات اللي اكتسبوها، فاكيد طبعا هم بيشعروا باهميه مباراه الغد. ويمكن الميزه والايجابيه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي هي الشعور المتواصل والدائم في كل المباريات حتى على المستوى المحلي، يعني هي دي الميزه اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي، احترام الفرق الاخرى، التركيز في المباراه، فما بالك في مباراه زي بتاعه الغد. طبعا اللعيبه متاهله بشكل كويس، حوالينا بكره جماهيرنا انا سعيد ان الجماهير بكره ان شاء الله، ومتوقع ان الاستاد هيتملي، يعني انا بيقولوا 50، لا انا متوقع ان الاستاد هيتملي على اخره. جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى الوقود ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله. استاذ صلاح، اهلا بيك يا كابتن. لو قلنا ان الهزيمه دايما بتبقى كويسه، ف 2-1 النادي الاهلي هناك افضل هزيمه في الفريق خارج ملعبه، بالتاكيد بكره في سيناريو كابتن حسام بدري حاطه للمباراه على حساب الضغط الجماهيري، على حساب استعجال اللعيبه على تعويض فرق الهدف بين ارض استاد كل العرب، انت كنت اتكلمت مع اللعيبه عن الاثنين دول، اهميه المباراه الجماهير تعويض الهدف، سيناريو المباراه تخيل كابتن حسام. اتكلمت على كل النقط وسيناريو المباراه في دماغي، وكل النقط اللي بتقولها ممتازه. بشكرك. لكن ما تتوضحش دلوقتي يعني، لكن انت بتتكلم في نقط في منتهى الاهميه يعني. بشكرك. السؤال الثاني اتفضل. ثاني كده غير سبع شهور، لكن خبره كبيره اكيد يعني. عاشور وفتحي لعيبه طبعا كبار، لكن عندنا البديل، وقد يكون في بعض الاحيان طبعا يعني البديل بيبقى في بعض الاحيان بيبقى افضل، لكن بيغيب عندنا بكره لعيبه كبار زي عاشور وفتحي، لكن الحمد لله عندنا البديل الحمد لله ان شاء الله. طب حسام، للاسفين طبعا اسئلتهم، ولكن رساله اخيره لجماهير النادي الاهلي، انا يعني من ساعه مباراه مصر والكونغو طبعا، يعني انا كنت هنا في مباراه مصر والكونغو، كنت في استاد برج العرب هنا، كنت بحضر المباراه وشفت مدى طبعا اهتمامنا كلنا كمصريين الاول بمباراه منتخب مصر والتاهل، والحمد لله قد كان الحمد لله وتاهلنا. لكن بجانب اهميه مباراه الكونغو، شفت جماهير النادي الاهلي اللي موجوده وجماهير مصر كلها، وهي برضو بتعيد عليا اهميه مباراه الغد وتاهل النادي الاهلي ان شاء الله، فده من مدة، فانا عارف ان الجماهير متعطشه ان شاء الله باذن الله لتاهلنا بكره ان شاء الله، وانا متاكد وجودهم هيساعدنا بشكل كبير، ولاعيبه النادي الاهلي بتقدر تفرق وهيبقوا عامل ايجابي ان شاء الله، وعارف الوعي اللي عند الجماهير، فطبعا اكيد انا سعيد وتملي بقول، وكل مره بقول ان محور اهتمامنا وشغلنا وكيان النادي الاهلي كله بيعمل لاسعاد جماهير النادي الاهلي، يعني انا اتعلمت كده وتربيت على كده واشتغلت على كده، وكل شغلي في النادي الاهلي عشان نسعد جماهير النادي الاهلي، فانا سعيد بوجودهم بكره، وان شاء الله باذن الله يبقوا عامل ايجابي لينا باذن الله، ودفع ايجابيه ان شاء الله، ونحقق لهم الهدف باذن الله. اخر حاجه حضرتك رحت في اخر مؤتمر، فكره القرار الفتح للموجودين على رخش الاداء اكيد يعني بكره ان شاء الله، يعني حتى في المؤتمر الخاص بالمباراه النهارده طبعا طلبنا ان احنا نلبس الشاره السوداء، وحعرف قرار طبعا الاتحاد الافريقي، واعتقد هو ما بيتاخرش، وفي نفس الوقت اكيد يعني بطلب ان احنا نقرا الفاتحه، وانا في الختام برضو بطلب منكم ان احنا نقرا الفاتحه ونختم ان شاء الله مؤتمرنا. بشكركم. شكرا، بشكركم. شمس المدير التنفيذي لنادي الاهلي في فندق اقامه بعثه فريق النجم الساحلي التونسي. وعقد شمس جلسه مع رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي
وجلال كريف نائب الرئيس ورئيس البعثة للاطمئنان على توفير كافة طلبات واحتياجات الفريق التونسي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. وشدد كريف على سعادته بالاستقبال والذي لاقته بعثة فريق النجم الساحلي منذ وصولهم مطار برج العرب، موضحا الشكر للواء شيرين شمس باسم إدارة النت. الفرنسي هوبار فيلاد المدير الفني للنجم الساحلي التونسي على التركيز على تجهيز فريقه لمواجهة الغد خلال التدريب والذي خاضه الفريق بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي. كما شهدت تدريبات النجم الساحلي حرص المدير الفني على الوقوف أكثر من مرة مع لاعبي الخط الدفاعي للنجم وبالأخص مع ثنائي قلبي الدفاع حمدي النجاز ورامي البدوي في ظل قوة خط الوسط بعودة أيمن الطرابلسي وأمين بن عمر وعليا البريقي وإيهاب المساكني. ننتقل الآن لمتابعة بعض اللقطات الحية من المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنجم الساحلي هوبار فيلوت. Un match de haut niveau qui va se jouer sur peu de choses. Bon, bien sûr, les deux équipes se sont étudiées et tout. Ça va se jouer sur, je pense, sur notre capacité de développer nos points forts à travers le match de demain, quoi, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. Bon, jusqu'alors, on est prêt. Il reste une dernière séance d'entraînement pour. Peaufiner un petit peu la préparation, mais je dirais que le principal du travail a été fait déjà dans la semaine, et là il reste quelques petits détails encore à travailler ce soir. مباراة الذهاب كانت تليق بمستوى الكرة الأفريقية بين ناديين كبار النجم الرياضي الساحلي والأهلي المصري. النجم حقق الانتصار في الشوط الأول من النصف النهائي، ما زال في انتظارنا الشوط الثاني. مباراة لن تكون سهلة على الفريقين، كل فريق يطمح إلى تحقيق التأهل للدور النهائي، فريقنا جاهز لخوض مباراة العودة، واليوم لنا حصة تدريبية أخيرة لاكتشاف الملعب اللي سبق وأن تدربنا فيه وقمنا بمباراة الدور الربع النهائي على أرضية ملعب برج العرب. تفضل. أحمد نوير بي سبورتس، سؤالي للمدير الفني فريق النجم الساحلي، هل تعرضون على صفوفكم المكتملة وعلى وجود غيابات بين صفوف فريق النجم الساحلي وفي المقابل الأهلي بين غيابين مؤثرين كحسام عاشور وأحمد فتحي، سواء كان حسام عاشور الإصابة وأحمد فتحي بعقوبة الإيقاف؟ أحمد فتحي وحسام عاشور أوديتي أبسون برنامج المشجع بل يزيد سيكونون حاضرين غدا L'étoile effectif compté pour les supporters de plus de 50 000 supporters. Oui, tu veux dire, tu m'as parlé des absents, je n'ai pas compris. Oui, il y a deux absences pour l'Ali, non, et pas deux absences pour l'Ali. Ok, ok. Oui, le fait qu'il y ait deux absents pour l'Ali, bon, je pense que ça arrive dans toutes les équipes, mais l'effectif d'Al-Ali est assez large et en qualité et en quantité pour faire face à ces deux absences. Après, c'est vrai que nous, on a tout le monde qui est disponible, ça c'est très important pour nous. Maintenant, le fait que le match ait lieu ici en Égypte, c'est une péripétie qui est normale, match aller-retour et tout. Nous, depuis qu'on a fait cette Coupe d'Afrique, on a toujours abordé les matchs, même à l'extérieur, avec une certaine ambition. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui nous dérange, au contraire, d'avoir du monde au stade. Au contraire. Mm-hmm.
لا يقلقنا وجود الجماهير، النجم متعود متعود على اللعب امام جماهير كبيره، قدر الفرق الكبرى مثل النجم الرياضي الساحلي اللعب مقابله كبرى وامام جماهير غفيره جدا. الاهلي ينقصه كما قلت اللاعبين، اكيد انه الاهلي المصري أكيد أنه الأهلي المصري له رصيد بشري ثري مثله مثل النجم الرياضي الساحلي، وأعتقد أن الفرق الكبرى لا تتأثر بالغيابات. تفضل يا شيخ. سؤالي بخصوص يعني المباراة في النوع هذا من التكتيك والفيزيك يظهر لي ما هي جاهزية اللاعبين ذهنيا للمباراة هذه. الولد الكل يعني قيادة الريان عملنا شغل يعني في سوسة انتصرنا. إلى متابعة أخبار المنتخب الوطني، حيث طلب الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة توفير 5 وديات بداية من العام المقبل استعدادا للمشاركة في كأس العالم. كما طلب هكتور كوبر من مجلس إدارة اتحاد الكرة السفر إلى روسيا يوم 1 يونيو وخوض وديتين أو 3 هناك حتى يعتاد اللاعبين على الأجواء الموجودة في روسيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم في 14 يونيو 2018. إلى متابعة أخبار الأندية الأخرى، حيث أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالي تعيين المدير الفني الفرنسي جان ميشيل كافالي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لهاني رمزي الذي تمت إقالته من منصبه اليوم. ويملك كافالي مسيرة حافلة في عالم التدريب، وسبق له قيادة المنتخب الجزائري موسم 2006-2007 وقاد العديد من الفرق العريقة داخل القارة الأفريقية وحصل على العديد من البطولات مع الفرق والتي قادها. وبذلك يشكل الجهاز الفني للاتحاد من جان ميشيل كافالي مديرا فنيا، ويعاونه أرمن سينا ويوسف حمدي ومحمد لطفي ومجدي بهلول وعمرو الأشلم ومحمد عبد الفتاح وأحمد متولي. ويقود الجهاز الفني الجديد تدريبات زعيم الثغر اعتبارا من الغد استعدادا للقاء فريق الداخلية يوم الجمعة القادم. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى متابعة الألعاب الأخرى، حيث يخوض الفريق الأول لكرة اليد للرجال بنادي الأهلي مباراته الأولى اليوم السبت في بطولة أفريقيا للأندية عندما يواجه نظيره فريق هرتاج الكونغولي. وتقام المباراة في 7 بتوقيت القاهرة 6 بتوقيت تونس على صالة الجمعية الرياضية في مدينة الحمامات، حيث كان مقررا أن يلتقي الفريق مع أهلي طرابلس الليبي أمس الجمعة قبل أن ينسحب الأخير من البطولة.
ويسعى الفريق تحت قيادة الكابتن عاصم حمد إلى تقديم عرض قوي والمنافسة على الفوز باللقب، حيث يحمل الفريق لقب النسخة الأخيرة من البطولة. حرص الجهاز الفني لفريق كرة اليد بقيادة عاصم حماد على إلقاء محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء أمس في فندق الإقامة في مدينة الحمامات التونسية استعدادا لمواجهة هرتاج الكونغولي في بطولة أفريقيا للأندية. واستعرض الجهاز الفني بقيادة الكابتن عاصم حماد المدير الفني لقطات خاصة بالفريق الكونغولي في المباريات الأخيرة، وقام بتكليف كل لاعب بمهام محددة، ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة طيبة من أجل الفوز بلقب البطولة والذي يحمل الفريق نسخته الأخيرة والتي كانت قد أقيمت في بوركينا فاسو. أكد ممدوح طه لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي أن الفريق جاهز بقوة لبداية مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. وأشار لاعب الأهلي إلى أن هناك إصرار كبير من جانب اللاعبين على القتال في الملعب من أجل الحفاظ على لقب البطولة والذي يحمله الفريق. وأضاف الأهلي كعادته يدخل أي بطولة وعينه على اللقب والمركز الأول ولا شيء غيره، ولا يمكن أن يفرط في فرصة إضافة لقب أفريقي جديد للفريق. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. جولة في الملاعب العالمية، والبداية من الدوري الإنجليزي، حيث تغلب فريق نادي تشيلسي على ضيفه واتفورد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذه النتيجة يرتقي تشيلسي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريمير ليج برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 15 نقطة في المركز الخامس. حسم هاري كان مهاجم توتنهام الإنجليزي قراره بشأن اهتمام ريال مدريد حامل لقبي الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا بضمه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه مستمر مع السبيرز ولا يرغب في الرحيل خلال الفترة المقبلة، نافيا الشائعات والتي ربطته بالرحيل إلى النادي الملكي. وقال كان في تصريحات نقلتها صحيفة ميرر البريطانية: أحب أن أكون اللاعب الأول بالفريق وأبقى للأبد في توتنهام، فالفريق لديه مجموعة رائعة من اللاعبين الشبان ونتطور كل عام، ولدينا مدرب جيد للغاية، وقريبا سنفتتح الملعب الجديد، لذلك لا يوجد سبب للرحيل. أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة استمرار الفريق الكتالوني في الدوري الأسباني حتى لو انفصل إقليم كاتالونيا عن المملكة الأسبانية. وأوضح بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة ميرر البريطانية أنه سيظل يدافع دائما عن مصالح برشلونة طالما ظل على رأس إدارة البلوغرانا. وأثير جدلا حول مستقبل برشلونة حال انفصال إقليم كاتالونيا
خاصة وأن قانون الرياضة الإسباني يمنع أندية لا تنتمي لإسبانيا من اللعب في الليغا. أكد ماركو فيراتي اليوم السبت أنه لم يطلب مطلقا من نادي باريس سان جيرمان الرحيل إلى برشلونة الأسباني، وأنه لا يبقى في النادي الفرنسي من أجل المال، ولكنه التزم بنصيحة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. وقال فيراتي في حديث مع صحيفة ليكيب الفرنسية: كي أكون أمينا لدي طموحات، وللمرة الأولى منذ قدومي سألت نفسي ما إذا كان يجب أن أبقى. وأضاف أن الفوز بشيء مع باريس سان جيرمان سيكون مختلف، وأعرب عن سعادته مع الفريق الفرنسي. يذكر أن فيراتي كان محور الاهتمام في موسم الانتقالات الصيفية للرحيل إلى برشلونة، ولكن النادي الفرنسي رفض التفريط فيه. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster, bolder, or better with a ball. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن المنتخب الأرجنتيني سيلتقي نظيره الروسي وديا الشهر المقبل في افتتاح استاد لوجينيكي بالعاصمة الروسية موسكو، والذي تم تجديده وتطويره ليستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ويلتقي الفريقان على هذا الاستاد في 11 نوفمبر المقبل، ثم يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري بعدها بثلاثة أيام في مباراة ودية أخرى بمدينة كراسنودار الروسية. في استاد لوجينيكي، والذي تبلغ سعته 81 ألف مقعد، سبع مباريات خلال المونديال الروسي، والذي تقام فعالياته من 14 يوليو وحتى 15 يوليو المقبلين. ومن بين هذه المباريات السبع ستكون المباراة الافتتاحية للبطولة، وإحدى مباراتي المربع الذهبي، ثم المباراة النهائية. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الجمهورية، متعب مع الأهلي في برج العرب. من الوطن سبورت، الأهلي يختتم تدريباته والبدري يستقر على خطة إقصاء النجم. من المصري اليوم، إجراءات أمنية مكثفة استعدادا لمباراة الأهلي والنجم. من الشروق، السعيد يقترب من العودة لتشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي. ومن فيتو، الأهلي يخوض ميرانه الرئيسي الليلة استعدادا للقاء النجم الساحلي. من الأهلي دوت كوم، البدري يجهز اللاعبين لموقعة النجم بالتدريب على ضربات الجزاء. ومن يورو سبورت عربية، أربع وصايا للبدري قبل موقعة النجم. إلى هنا نصل إلى ختام نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.